فيدون قمغار سلطانة، العضوة في جمعية إرشاش الثقافة والفن. الحمد لله غصف هاد نسكرية وصف مقورني مزيغن نسكر لقاء دمدن واش كان دارنخ نسكر المعروف يمدن أسف إمقورنا أيقا أسقاس أمينو إمازيغنا كله غير داخلان أرسن كله تيني خيو زنون غبرا نتمازيرت ولا غوغوس نتمازيرت أر كله تمنى خي مدن أسقاس أمينو إفولكين إكريقنا أمازيغ أر تمنى خي الجمعية ورشاش الثقافة والفن الدرسي اللي ينسى داغيك اللي غيك اللي لا دار المجموعة أرشاش أتمنى كاين باش إن شاء الله كله قلت المسايل اللي قيسنت نرى أشكو جمعية أرشاش للثقافة والفن أرتسكر كي كانت غار سكر كي كان إن شاء الله نتغاو سيوين أر نتخدم غيلاد كي كان تغاو سيوين الثقافة والفن أر أكوني سبح ربي كله كرادو سين لقدام الناس ما يمزين ولا ما يبقر أرتن كله نتشكاري مازيغن كله أر نتشكار بزاف كل ولي تقنيني دار الباحثين الأساسيين كل ولي عزانين عزو درس نورشاش عزو درس نورشاش هر كله إنسان مير المجموعة أورشاش اللي دي فن ثقافة تفل الفن إمازيغن أسين أنزقوم 42 عام هاد كان أورشاش وسين أنزقوم في مازيغن أرنتمنى في الجمعية يدولا أنت تتسيا أنزقوم الناس كنير كي خنير مي اش كاين ذم الدنيا مزيان اللي زارين هذا سيل ولا نتني انزقوم زون دوك انا الجمعيه ورش زون دوك انا المجموعه ورشاش نتمنى خاص كل الجمعيه ورشاش تلقى كله تي مازيغن ورتقي تي المنطقه واحد تي بركاك تلقى كله تي مازيغن كله المغرب ولا وين العالم كله ايوا الحمد لله غاسفة يزري بخير وعلى خير يزري كل شيء مزيان واللي كله كيشاركنين واللي كله كيسلانين كله تمنى يمدن كله أسقاس أمينو إعزان الصحد لهنا.